واضح انه اليوم النهارده كان في موضوع الاغتيالات، لكن الحقيقه فشلت محاوله اغتيال للبرهان. والحقيقه احنا طبعا لينا فتره عارفين ان السودان لسه فيها الامور مشتعله، والدنيا ما بين طبعا الدعم السريع والجيش، الجيش السوداني طبعا مازالت مستمره الى ان سمعنا اليوم يعني اغتيال الهنيه. وبعدين ايه ده يا جماعه؟ محاولة اغتيال، انه كان في يعني محاولة لاغتيال البرهان. مصادر في الجيش السوداني قالت ان رئيس الجيش، رئيس مجلس السيادة في البلاد وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان نجا من محاولة اغتيال استهدفته بطائرة مسيرة خلال مشاركته في تخريج ضباط في منطقة جبيت العسكرية في شرق السودان. واكد الجيش السوداني ان المضادات الارضية قد تصدت لهجوم من مسيرتين، وان الهجوم اسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابات طفيفه. ده الاستعراض، ده الفيديو اللي زي ما انتم حضراتكم شايفين، انه اثناء زياره البرهان، الزياره الرسميه ومشاركته في تخريج ضباط في منطقه جبيت العسكريه في شرق السودان، كان في محاوله لاغتياله. ومصادر عسكريه قالت ان الخمسه اللي قتلوا في محاوله الاغتيال عن طريق مسيرتين كان من بين القتلى افراد من الحرس الشخصي البرهان وعدد من الضباط المتخرجين حديثا. والبرهان بعد محاولة اغتياله قال لا نخشى المسيرات ولن نتفاوض مع الدعم السريع. قتالنا ومعركتنا دي هتستمر. نحن نعتبر أنه تخريجكم ده هدية للشعب السوداني، أنه نحن عندنا كوكبة من الفرسان، فرسان السودان اللي حينضموا للقوات المسلحة حيكونوا هم خير زاد. من هؤلاء المتمردين اللي روعوا السودانيين في كل مكان، احنا بنحييكم وعبركم بندي رسائل لاهلنا في كل مكان انه نحن لن نتراجع ولن نستسلم ولن نتفاوض مع اي جهه مهما كانت. ما في تخوفنا لا مسيره، تخوفنا لا كتل، ما بنموت الا بيومنا، وما في زول بيجي وعوجه الا بيومه. عشان كده احنا حنمشي وراسنا فوق وحنقاتل وراسنا فوق، ما حنستسلم. كل الناس سمعوا انه في مفاوضات وفي امور كثيره ماشيه حوالينا، نحن ما عندنا مانع. اي زول داير السلام للسودانيين بنقول له حبابك جيب تعال، نحن كلنا دايرين السلام، دايرين الحرب تقيف الليله قبال بكره، لكن الحرب تقيف ونحن راسنا فوق ونحن عزيزين ونحن منتصرين. الحرب تقيف لكن العدو قاعد في بيوت الناس وبيقتل فيهم وبينهب فيهم، الحرب ما بتقيف. العدو قاعد محاصر الفاشر ومحاصر بابنوسة ومحاصر قرى الجزيرة، الحرب ما بتقيف. العدو قاعد زي ما شفتوا طبعا الكلام اللي بيقوله كله القوي البرهان. وفي نفس الوقت برضو كان كمل الرحله، كمل الزياره بتاعته عادي جدا، وكان في مشاهد ظهرت ليه وهو في مستشفى جبيت بعد نجاته من محاوله الاغتيال، والمشاهد دي تم تداولها. لكن بقى على الجانب الاخر قوات الدعم السريع نفت محاوله اغتيالها للبرهان وقالت انه لا علاقه لها بهجوم المسيرتين اللتين استهدفا قاعده عسكريه خلال زياره للبرهان. أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت عن بالغ قلقها إزاء تزايد الهجمات المباشرة على المرافق الصحية والبعثات الطبية في السودان وخاصة في منطقة الفاشر. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع المسلح في البلاد إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني في احترام وحماية المستشفيات والبعثات الطبية. وأضافت أيضا نطلب من جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب هذه الاستهدافات للمرافق الحيوية وضمان استمرارية الرعاية للجرحى والمرضى. أيضا كان هناك توافق مصري تشادي على دعم جهود وقف إطلاق النار بالسودان، وأيضا استقرار لمنطقة ليبيا أيضا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وعقدت جلسة مباحثات شهدت توافق الرؤى بين البلدين حول ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان بما يعلي من المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق واللي بيدفع ثمن الاقتتال الدائر في من مقدراته ويعاني من أزمة إنسانية متفاقمة تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها. كما تم تأكيد دعم البلد
البلدين لكافه جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقه وتعزيز الامن ايضا بمنطقه الساحل في مواجهه التهديدات الارهابيه المستمره.